المتحدة في رمضان 2024. معايا على التليفون واحد من فنانيني المفضلين اللي أنا بحبهم جدا، شريف سلامة. الو، ألو، هاي هاي يوسف، ازيك؟ هاي، ازيك يا شريف؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام تمام؟ الحمد، كله زي الفل الحمد لله. شريف انا بحبك، بحبكم كعيلة بالمناسبة يعني. ربنا يخليك، والله ربنا يخليك، يا رب يعني يخليك تنورنا يا في رب. بيت العيلة بقى في كامل العدد مرة. يا يلا سلام، بينا، مش كده؟ بالشرف احاول بالشرف اجي طبعا اكمل العدد. انتوا دايما كاملين، انتوا يا دايما كاملين، حبيبي، ربنا دايما تزودنا يكملكم وتنورنا دايما والله. يا رب. يخليك يا شريف، انت دايما الحقيقه متالق ومتجدد ومفاجئ ربنا يخليك، جدا ميرسي يعني. ميرسي يا يوسف، جدا ربنا جدا. يخليك، ربنا يخليك يا شريف. شريف احكي لي على كامل العدد اتنين، يعني مش هقول لك افتش لي السر، بس يعني ايوه ايه شويه تيزرز كده، نحاول اوكي ان احنا نخلي الجمهور يبقى قاعد مركز معانا. ده اوكي لمصلحتي، انت كده كده الناس هتشوفك، انا بلعب على مصلحتي. ايوه ايوه حبيبي. لا، الكامل عدد اتنين ان شاء الله. في مفاجآت كتير قوي، في تطورات في الاحداث، في شخصيات الولاد بيكبروا بحياتهم بمشاكلهم بكده، وفي مفاجآت كتير قوي وحدوته. انا يعني كنت مبسوط قوي وانا بقراها، ومبسوط قوي. احنا قربنا نخلص اهو ان شاء الله، يعني قطعنا تقريبا 70% او اكتر يعني. فانا سعيد جدا بالجزء الثاني، واتوقع له نجاح اكبر بكتير من الجزء الاول ان شاء الله، احنا ممكن وهيفاجئ الناس. نسمي الانواع دي من الاعمال كوميديا اجتماعية؟ طبعا 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 طبعا، كوميديا واقعية اه يعني جدا، اجتماعية وده واقعية. حقيقي صحيح يعني. ايوه، وده كلنا اللي خلى كلنا الناس تتشد، ان الاحداث حقيقية، وان الولاد حقيقيين، والشخصيات حقيقية، وليلى واحمد يعني مسوا الناس، لانهم شبه الناس وشبه مواقف الناس واللي بيحصل. فده حاجة انا سعيد بيها جدا جدا، الواحد بيشارك في عمل يعني محترم بيرقى بالذوق العام زي كامل عدد. تعرف احنا قعدنا فترة طويلة ما كناش بنشوف النوع ده من الدراما، يعني ايوه كان دايما تلاقي التركيز في الدراما اكتر، زي الافلام اكتر على الاكشن اكتر مما مظبوط ينبغي، اكتر مما مظبوط ينبغي. يعني بقينا بنتنفس اكشن يعني دلوقتي بقينا بنشوف مظبوط الوان مختلفة وحاجات مختلفة، زي ما شفنا والله. رمضان كريم وزي ما بنشوف ايوه كامل العدد وهكذا. ايوه يعني عايزين نشوف نفسنا ونشوف مجتمعاتنا ونشوف والله بيوتنا ده المطلوب يا يوسف. ايوه، الدراما حقيقيه من واقع. احنا حياتنا فيها دراما وتفاصيل كتير جدا تنفع مسلسلات وافلام. صح. احنا دايما بنتسرع في فكره الاكشن والسسبنس وكده، وطبعا اعمال محترمه جدا وانواع يعني نفخر بيها برضو. بس انا بحب بصراحه النوع الاجتماعي اللي بيمس الناس وبيمسني انا شخصيا، وانا بلعب الشخصيات بحس انها حقيقه، فده بيقربني اكتر للشخصيه وللناس، ان اقدم لهم حاجه حقيقيه بيشوفوها وعايشين معاها. مظبوط، كمان علشان انت حقيقي جدا 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 يا شريف، حقيقي ربنا يعني يخليك، ميرسي ميرسي والله بجد بجد يا يوسف، بأمانة شديدة يعني. ربنا يخليك، متشكر متشكر احنا جدا. اللي شكرا، وربنا يوفقك، كل سنة وانت طيب مقدما كده، ميرسي، وانتوا ونشوفك طيبين، قريب بإذن ورمضان الله. رمضان ان شاء الله قريبا، ويبقى سنة جميلة وفيها كل الخير لكل الناس ان شاء يا الله. رب يا رب، ألف 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 شكر ليك، ربنا يوفقك يا رب، كل سنة وكلنا طيبين، اللهم بلغنا رمضان فناننا.